السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأخواتي. اليوم إن شاء الله عز وجل عندنا طبخة صابون زيت زيتون وزيت الغار. هذا هو زيت الغار نوع أول. طبعا هذا زيت زيتون اللي جبناه، هذا زيت الغار هي على الشمس، هذا زيت الغار وهذا زيت زيتون بكر نوع أول. وهنا عندنا كيلو ونص زيت نخيل مشان يعطي الصابون تماسك قوي جدا جدا جدا. طبعا في كمان عندنا بالإضافة لزيت الغار القلفونة هاي طحناها نحنا، هاي القلفونة بدنا ندوبها بالزيت ونساوي منها الصابون أيضا مع المكونات. طبعا هلا ضفنا كيلية و 850 جرام صودا كاوي للمي، هلا ليك عم يطلع منها اللهبة، حرارتها صارت عالية جدا. نتركها، هو يفضل يتركها اليوم الثاني بس أنا ما رح أتركها اليوم الثاني إن شاء الله عز وجل. هلا نحن الظهر حتركها للمساء إن شاء الله برجع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم اخواني واخواتي، هلا نحن بدنا نصنع صابون غار. طبعا هذا مصنوع من زيت الزيتون وزيت الغار، وبدنا نستخدم فيه ماده قلفونه وبدنا نحط فيه كمان شمع النحل. هلا هي ماده قلفونه هي عباره عن باطنج الصنوبر، شايفينها كيف، هي ماده قلفونه منظفه جدا 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 وقاتله للجراثيم وبتعطي رغوه ولها فوائد جدا كثيره لا تعد ولا تحصى. بنحطها نحن هلا بالصابون زيت الزيتون وزيت الغار، نحط فيه قلفونة ونحط فيه شمع النحل إن شاء الله عز وجل. طبعا نحن هلأ بدنا نقوم بتكسير القلفونة، شايفين القلفونة هاي كمان بيستخدموها بالشمع تبع إزالة الشعر مع شمع العسل، بيسمعوا منها الشمع العسلية. فبدنا نكسره، بعدين بدنا نجيب كيلو زيت اللوز ونحطه، هذا القلفونة هاي بدنا نحطها مع كيلو زيت اللوز وندوبها فيه حتى تصير سائلة تماما. بننزلها طبخة زيت الزيتون تبع الصابون احنا عم نساويها، وان شاء الله بالمراحل القادمة نسجيكم اياها. طبعا احنا هلا مثل ما انا شايفين طحنا القلفونة، بدنا نفضيها هون بالسطل قبل ما ندوبها. نعم شايفين كيف سويناها مثل البودرة. نعم هلا اخواني بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نفضي زيت الزيتون. طبعا هذا زيت الزيتون للاكل للطعام، حنساوي منه الصابون لانه مو هون، فضي دغري هني، فضي دغري هني، لا تفضي هون مشان ما تكب، دغري لهني، دغري لهون مشان نضلك. ايوه كبوا اتكى على الله، قبل ما طالع كده طالع اكثر اكثر نزل ايدك أربعة على الكاميرا اللي عندي. زيت زيتون تبع الأكل ها. طبعا وين صبينا الزيت؟ صبينا الزيت على الصودا الكاوي، صبينا الزيت فوق الصودا الكاوي. بلش هلا بالتحريك، سكعد عيونك العصايه ليك، هجيب لك اياها. بدنا نحط هلا شو؟ زيت الغار. ها زيت الغار، بسم الله الرحمن الرحيم، كيلو زيت غار، بسم الله، كيلو بدنا زيت غار، زنك الزيت زيت غار. طبعا نحن هلا شو عم ندوب؟ هلا عم ندوب الشمع، شمع العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اخواني احنا فضينا هون هي سمنه النخيل، يعني هي زيت النخيل، زيت النخيل هيك بيجي، وهي القلفونه بدنا ندوبها بالسمنه. تمام. بالاضافه هون عندي شمع، هذا شمع العسل من خليتي انا جايبه، شمع العسل. هلا بدي فضيه فوق السمنه وفوق، بدي فضيه هون فوق السمنه وفوق القلفونة، اخلطهم سوا حتى يدوبوا وسقطهم طبقة الصابون. هلا هون عم ندوب القلفونة مع زيت النخيل اللي هو السمنة مع شمع النحل، عم ندوبه عشان نحطه طبقة الصابون.
مع القلفونة مع زيت النخيل. طبعا هو كان لازم يجيب زيت لوز، ما في زيت لوز. هلا اخواني بعد ما خلطنا الطبخة سكرناها بالقوالة، وان شاء الله عز وجل نفكها لبكرة الصبح باذن الله تعالى. بكرة لازم تكون يابسة وجاهزة للتقطيع ان شاء الله عز وجل. مرحلة التقطيع على هي القطاعة هم نشيل هدول ونقطع عليهم ونفرجيكم ان شاء الله مرحلة التقطيع ان شاء الله. زيت زيتون، تنكة، كيلو زيت غار، قلفونة وشمع العسل. شو كمان حطينا؟ شمع العسل 100 جرام ملح. 100 جرام ملح. طبعا صودا كاوي كيلين و 850 جرام صودا كاوي قطرونه كوستيك، هيك اسمها صودا كاوي، اسمها قطرونه، اسمها كوستيك. صودا كاوي هيدروكسيد الصوديوم 2850 جرام. تمام. قديش عندنا لانه زيت؟ نحن عندنا 16 كيلو، وعندنا كيلو ونص نخيل صار 17 ونص، وعندنا كيلو زيت غار صار 18 كيلو ونص زيت. تمام. تكلنا على الله. طفي.